الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الصابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السائر، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تب العفو، فاعف عنا ووالدينا ومعلمنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك عملا صالحا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحشنا وتضرنا وتعبنا وتمم تقصيرنا. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، واجعل عبادة واجعل ليالي هذه الشهر المبارك وعبادة وصيامنا وعبادتنا وتروحنا وترنا وذكرنا وصلواتنا وأعمالنا وآتيتنا من القرآن الكريم وتدرسنا في القرآن وكل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، واجعلنا من القائمين في هذه الليلة المباركة بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. ربنا لا تجعل الله ربنا لا تجعلنا فينا القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتقبلنا تغاشنا وعملنا وصيامنا وإفطارنا وبرمنا وعشانا وعشانا وتروحنا وترنا وصلواتنا وتهليلنا ورجنا وعبادتنا وحلال ليل رمضاننا في هذه الليلة المباركة الليلة التاسعة عشرين من شهر رمضان المبارك، انك السميع العليم، وتب لنا يا مولانا انك التواب الرحيم. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها سلام، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.